فيجب ان تفهم ما هي التقوى وما هي مشتملات التقوى وما هي مراتب التقوى. لقد ذكر الله تعالى ان التقوى هي السبب في نجاة الذين يمرون على الصراط، وان منكم الا عارفها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اذا لا ينجو الا اهل التقوى. بين ان الجنه لمن اعدت؟ قال اعدت للمتقين. مقعد الصدق، المنزله العاليه في جوار رب العالمين في حضره الله. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الكرامه عند الله والفضل لمن؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. معيه الله الخاصه لمن تكون؟ ان الله مع الذين اتقوا. الولايه الخاصه من القرب الى الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. اذا دائما يذكر التقوى ويبين فضل التقوى ومرتبه التقوى وعالم نزل التقوى والتقوى والتقوى والتقوى.